زميلنا شريف شعبان من ملعب المباراة ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي جماهير النادي الاهلي في كل مكان وقوات النادي الاهلي في كل مكان بعد فوز النادي الاهلي على فريق كبير فريق الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بقول لك مليون مبروك، 3 بونت غاليين جدا جم في وقت الاهلي محتاج فيه الثلاثه بونت، محتاج فيه الدفعه المعنويه الكبيره دي النهارده. الحمد لله طبعا، يعني عندنا شويه غيابات في خطوط كتيرة، وفي نفس الوقت برضو يعني بنستعد للمباراة واخدة تركيز كبير جدا من اللعيبة. كان باين جدا في الشوط الأول، يعني كان جاي جدا في حالتنا في الشوط الأول، ما كانتش حالة كويسة خالص يعني. فكويس إن احنا عدينا بالثلاث نقط دول مهمين جدا جدا في معنويا قبل السفر للكونغو فيتا يعني. الاداء مش كويس، بس احنا مش وقت اداء، احنا في وقت 3 بونت يرفعوا من روح المعنويه. الجماهير كانت زعلانه من الشوطين، انا قعدت تابعت شويه بين الشوطين، ولكن الكوره مش بالاداء، الكوره بالاحراز الاهداف وبالنقط. انا كان نفسي ما العبش اداء في فيتا كلاب واجيب هدف، انا دلوقتي يعني انجزت المهمه. يعني كلامك يعني ماشي، احنا في فيتا عملنا ماتش كويس قوي، بس ما كانش عندنا توفيق ان احنا نجيب جوال. لكن النهارده انا في اوقات كثيره ممكن تبقى انت مش موفق يعني كاداء، بس ربنا سبحانه وتعالى يوفقك كنتيجه. يعني انا عايز اقفل الصفحه بتاعت الاسماعيلي كلها الحقيقه، يعني بكل شكلها بقى، لان بشوطها بادائها بكل حاجه، لان كنا محتاجين ان احنا ناخد الثلاث نقط عشان معنوياتنا وقبل فيتا يعني. لكن عندنا حاجات كويسه جايه في اليومين ثلاثه اللي جايين، رجوع طاهر ان شاء الرحمن للحب السفر، ايمن اشرف للحب السفر ان شاء الرحمن، النهارده كمان ناصر ماهر كان موجود، علي معلول ان شاء الرحمن يكون موجود باذن الله في تمرينه يوم الخميس او السبت ان شاء الرحمن. يعني عايز اقفل الاسماعيلي كل صفحه الاسماعيلي كلها الحقيقه، كلها يعني من اولها لاخرها، من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه الاخيره. احلى ما في اللقاء النهارده ان احنا خدنا الثلاث نقط، دي احلى حاجه في اللقاء. كويس، يبقى نقفل صفحه الاسماعيلي وهو ده الصح. انا عندي مهمه قويه جدا، ويمكن في نقطه كمان ايجابيه اللي هي يعني مشاركه صلاح محسن واحراز هدف. تمام، نقفل الصفحه وعندي مباراه قويه جدا، مباراه صعبه جدا في اجواء صعبه، درجه حراره عاليه، رطوبه عاليه، ملعب نجيل صناعي، فنقفل فعلا الصفحه بحلوها ومرها، بلاش ننتقد، نقف وندعم للفتره الجايه. المباراه الصعبه اللي هتبقى يوم الثلاث، عاوز اعرف برنامج السفر هتشتغلوا ازاي الفتره الجايه ديت، وفي مباراه صعبه ومباراه قويه ومباراه رخمه بلغه الكوره. بص يعني هي مباراه يعني ما فيهاش يعني اعتقد كلام، يعني انت هتروح تلعب مع فيتا هناك الساعه 2 الظهر مع حكم بتسواني اللي هو بوندو، لكن احنا لعبنا مره في رمضان الساعه 2 الظهر، يعني لعبنا مش مره اكتر من مره يعني، وخدنا البطوله كده يعني. البطوله دايما ما بتبقاش سهله، بتبقى دايما صعبه، احنا اللي حاطين نفسنا في موقف زي ده، لكن احنا رايحين بشخصيه، يعني هنأدي بشخصيه هنرجع باللي احنا عايزينه. لو كان عندنا حاجه غير كده هتبقى الدنيا صعبه بالنسبه لنا. الساعه 2 الظهر بقى، الساعه 3 الظهر، الساعه 4 الفجر، يعني انت رايح لهدف معين، يعني رايح لهدف معين عايز تحققه، وان شاء الله الرحمن يتحقق باذن الله، ونرجع باذن الله بالنتيجه اللي احنا عايزينها ان شاء الله. بكره في تمرين؟ بكره في تمرين ان شاء الله. الجمعه اجازه؟ الجمعه اجازه، وبعدين السبت تمرين وسفر ان شاء الله. عملت جلسات مع اللاعبين الفتره الاخيره واتكلمت معاهم كتير عشان يركزوا اكتر، يتالقوا اكتر، يظهروا امكانياتهم، مظبوط؟ يعني زي ما قلت لك احنا يعني الفتره اللي فاتت الخمس ست ايام اللي فاتوا كان فيها شويه حاجات من نواقص، من خوف على لعيبه في اصابه زي ايمن اشرف مثلا يعني، فزي علي معلول برضو يعني، ورجوعه زي طاهر والانكل بتاعه، فكان في حسابات كتير واخده جزء كبير جدا من التركيز والدماغ. يعني عايزين بقى نحدد هدفنا ونحدد تركيزنا ونقفل على نفسنا شويه، لان مهم قوي ان انت تبقى عارف انت رايح هناك فرقه عندها دوافع هي كمان جامده جدا وقويه جدا، فارضيه ملعب في وقت في امور ممكن تبقى يعني مش في صالحك، لكن انت عايز هدف معين المفروض ان انت تروح تجيبه وتيجي. يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون في حاله تركيز عاليه جدا جدا جدا. عايز ااكد واقول برضو اقفل صفحه الاسماعيلي من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره، احلى ما في اللقاء النهارده هم الثلاث نقط وهدف صلاح محسن، غير كده مش عايز اتكلم في حاجه غير مباراه فيتا باذن الله. مباراه فيتا قالوا في 3000 متفرج، في مباراه سيمبا قالوا 15000 لنا 50000، انا خايف يبقى 3000 نلاقي 10000 و20000 والارقام ديت، نعمل ايه؟ والله بص يعني الحسابات غريبة جدا يعني، برضو حتى في يعني انا مش عايز انتقد حاجة، بس يعني مش قادر افهم يعني في فرق بتلعب بجمهور وفرق ما بتلعبش بجمهور، وكمان حتى الفار نفسه يعني انت بتستعين بيه بجزء من البطولة والجزء تاني لا، يعني المفروض ان البطولة بتتلعب يعني من اولها لاخرها بتقنية يعني.
ايا كان الوضع بقى خلينا نشوف احنا عايزين نروح بشخصياتنا، عايزين نروح بقوه، عايزين نروح عايزين نتعامل مع اللقاء بمنتهى الجديه ومنتهى القوه من اول دقيقه، احساسنا الداخلي والخارجي واللي يوصل للناس قبل اللي يوصل للمنافس قبل ما يوصل لنا هي حاله التركيز اللي عايزين نعيش فيها. اقفل بقى الخمس ست ايام اللي فاتوا واقفل كل المبررات اللي ممكن تتقال، طقس وحكم وجمهور وملعب مش عايز اتكلم فيه خالص، احنا عايزين نروح بحاله تركيز عاليه جدا جدا ونرجع ان شاء الله الرحمن بالنتيجه اللي اتفرحنا باذن الله. باذن الله ترجعوا منصورين باذن الله ان شاء الله. شكرا.